لأول مرة في عالم ألعاب ستار وورز بنحصل لعبة لها بأسلوب العالم المفتوح بكل معنى الكلمة، ولعبت نسخة تجريبية مطولة من ستار وورز أوتلوز ببطلة جديدة بالكامل واسمها كي فيس، وفي هذا الفيديو بأعطيك انطباعي عن اللعبة. لكن قبل نبدأ، النسخة التجريبية من اللعبة ليست الإصدار النهائي لها، وربما بعض الأشياء تتغير أو الجودة النهائية تتحسن عند الصدور. لا تنسى تضغط زر اللايك وتسوي سبسكرايب وتفعل الجرس عشان ما يفوتك شيء. أسلوب اللعب ينقسم لعدة جزئيات: القتال بالتصويب وقفز المنصات والاستكشاف والتنقل في البر بدباب، وكمان التنقل في الفضاء الخارجي والسفر من كوكب لكوكب ثاني. بالنسبة لأسلوب القتال، البطلة عندها مسدس خاص فيها يطلق طلقات الليزر، والذخيرة عندك ما تنتهي، ولكن بيطلع لك عداد لدرجة حرارة المسدس، وإذا وصل الحد راح يسخن ولازم تستنى إلى ما يبرد وتستخدمه من جديد. ومع مرور الوقت راح تقدر تنفذ ضربة قاضية اللي تخليك تبطئ الوقت وتحدد عدة أهداف وتطلق النار عليهم بشكل متتالي. وطبعا شفنا هذه الحركة في ألعاب من قبل، مثل ضربة الديد آي في ألعاب ريد ديد ريدمشن. طبعا بعد ما تقتل الأعداء راح يطيح منهم أسلحة مثل الرشاش والبندقية أو القنابل اليدوية، وتقدر تشيلها من الأرض وتستخدمها، مع العلم أن ذخيرة السلاح محدودة، ولو خلصت بتتركها وترجع لسلاحك الرئيسي. والقنابل اليدوية تقدر تختارها من قائمة سريعة وبعدين ترميها على العدو. وغير القتال، اللعبة تسمح لك تلعب بأسلوب التخفي والتسلل، وطبعا عليك انك تتجنب ان العدو يشوفك، وتقدر تستفيد من الزرع الطويل عشان تتخبى او تتنقل في المكان عن طريق انفاق التهوية اللي تفيدك في التخفي ويكون لك اختصار جيد. وطبعا تقدر تضرب العدو من ورا ظهره وتتخلص منه بهدوء. وهنا يجي دور صديقك الصدوق اللي هو كائن فضائي لطيف اسمه نيكس، وتقدر تستغله في عدة أشياء، مثل أنك تطلب منه يروح للعدو ويشتت انتباهه عنك، أو إذا كان فيه كاميرا مراقبة في طريقك تقدر تخليه يطفيها لو كانت منصة التحكم فيه قريبة منك. وهذا غير أن نيكس يقدر يسرق من الناس من حولك ويجيب لك اللي كان معاهم مثل الفلوس أو الأسلحة وغيرها. وطبعا لعبة يوبيسوفت ما راح تكون لعبة يوبيسوفت من غير ما تسمح لك اللعبة بمداعبة نيكس عن طريق ضغط زر بيت في أي وقت، وتقدر أيضا تستفيد من الحاسة السادسة اللي عند نيكس ويظهر لك المعدات والأشخاص من حولك حتى من وراء الجدار. لعبة ستار وورز أوتلوز ما راح تخليك تلعب بدون ما توفر لك إمكانيات تطوير شخصيتك وعدتك، لكن هذه المرة طريقة تطوير مهارات شخصيتك راح تكون مختلفة، وهي تعتمد على أنك تدور على شخصيات بخبرة معينة وينضافون عندك في قائمة اسمها Experts، وراح تنفذ لهم مهام، وفي المقابل يبدأوا يعلمونك مهارات جديدة في اللعبة بدل من الطريقة التقليدية في جمع نقاط الخبرة وتوزيعها في شجرة مهارات مثلا. وغير كذا تقدر تطور من عدة شخصيتك، مثل انك تلبس حافظة أسلحة أكبر تخليك تشيل وياك عدد أكبر من القنابل اليدوية، وكمان تعدل على مظهر اللبس والمسدس. طبعا مثل ما ذكرت، لعبة أوتلوز بأسلوب العالم المفتوح، وراح تعتمد بشكل رئيسي على التنقل بالدباب في الأماكن الواسعة، وممكن تصير لك أحداث عشوائية وانت تسوق الدباب، فممكن يطبوا عليك قطاع طرق يحاولوا يقتلوك، وقدامك انك تهرب منهم او تعبي ضربة قاضية بالمسدس وتطلق عليهم وانت ماشي. ولازم تنتبه وانت تسوق، لان لو صقعت بشيء راح تطيح عن الدباب ويداهمونك قطاع الطرق. ومن ضمن الاحداث العشوائية ممكن تلاقي محاولة استيلاء على قوافل امبراطورية المجرة الشريرة او جالاكتيك امباير، وجنودهم بيكونوا في معركة ضد لصوص يحاولوا يسرقوا القافلة، فأنت ممكن تستغل وتتسلل وتسرق كل شيء والطرفين مشغولين، أو تخش في القتال وتخلص عليهم كلهم وتفتح الصناديق على راحتك. أكيد راح تفكر أنه ممكن بالبداية التنقل بالدباب ممتع، ولكن مع التكرار راح يصير ممل، بس الجيد هنا أن اللعبة موجود فيها خاصية الفاست ترافل،
فتقدر تختصر على نفسك الكثير من الوقت في اللعبة. البطلة كيفس عندها الإمكانية للتسلق المرتفعات واستخدام خطاف عشان تتأرجح من مكان إلى آخر، أو تستخدم حبل الخطاف عشان تطلع وتنزل بشكل عمودي من حافة معينة مثلا. وبعد ما تخلص من الحركة البرية تقدر تصعد لمركبتك الفضائية اللي باسم تريل بلايزر وتقلع للفضاء الخارجي، وعندك أنشطة مختلفة تسويها مثل أنك تحارب أعداء في مركباتهم وتستكشف المنطقة الفضائية من حولك. بالنسبة للقتال تقدر تطارد الأعداء بشكل يدوي أو تضغط زر معين والمركبة توجه نفسها بشكل تلقائي على العدو، وتقدر تطلق عليه بالليزر ولازم تنتبه لدرجة الحرارة عشان لا يسخن عليك، وتقدر تطلق صواريخ على العدو عن طريق أنك تحدد الهدف وبعدين تطلق عليه الصاروخ ويسبب ضرر كبير عليه. بالنسبة لمهمات اللعبة، شخصية كيفس راح تشتغل لعدة عصابات في نفس الوقت، وهنا كل فعل له ردة فعل. كيف يعني؟ خلني أقول لك. مثلاً لو نفذت مهمة لعصابة معينة راح تزيد كمية ثقتهم فيك، بينما العصابة المضادة راح تنقص في نفس الوقت، وعليك انك تشوف مين العصابة المناسبة بالنسبة لك انك تبني معاهم علاقة جيدة. والعصابات اللي كانت موجودة في التجربة هم عصابة البايك سندكت والكريمزون دون والهوت كارتل والأشيقة كلان، وعجبني ان هالشي يعطي تنويع وتحدي للاعب لاختيار العصابة المناسبة والاستفادة من مميزاتهم، على عكس انك فقط تبني علاقات مع كل العصابات بدون اي عواقب في الموضوع. وخلال تنفيذك لمهمات العصابات ممكن تتفاجأ بشخص من عصابة مضادة يحاول يقنعك بأنك تخون العصابة اللي جالس تشتغلها بعروض مغرية، وهنا راح تكون لحظة الحسم، إما تلتزم في ولائك للعصابة اللي وظفوك أو تخونهم وتمشي مع العصابة المضادة. بس الحين السؤال، إيش استفيد إذا ضبط وضعي مع واحدة من العصابات؟ راح تحصل مميزات مثل أنك تقدر تدخل مقر العصابة بدون ما يهاجموك، وتستفيد من متاجر خاصة بهذه العصابة، وتلاقي عندهم عدة مميزة تشتريها من متاجرهم مثلا. طيب الحين خلينا ننتقل للعناصر الثانية اللي في اللعبة. عجبني جدا الأداء التمثيلي لشخصية البطلة كيفس، وطريقة كلامها أعطاني انطباع أنها جديدة على المجال اللي تشتغل فيه بطريقة التأتأة وهي تحاول تكذب على عضو من العصابات مثلا. ومن ممكن نشوف في الإصدار النهائي من اللعبة كل ما مشينا في القصة وتطورت مهارات البطلة كل ما صارت متمكنة ومحترفة أكثر. أما بالنسبة لجودة الرسوم والتوجه الفني في اللعبة، شفتها جميلة جدا، وخلال التجربة كنت على سطح قمر اسمه توشارا، وتضاريس القمر أشبه بالسفانة، يعني بتلاقي أماكن مفتوحة بعض منها صحراوي والبعض الآخر يتخلل غطاء نباتي من الأشجار والأعشاب والأنهار. وغير كذا جربت زيارة كوكب بطابع مختلف تماما ويتميز بمناخ بارد وتساقط الثلج مستمر، واللي هو كوكب كيجيمي. فريق التطوير ستوديو ماسيف أبدع من ناحية إتقان أجواء عالم ستار وورز من ناحية المباني والممرات وغيرها، وما حسيت فيه أي شيء يكسر هالرتم. لعبة ستار وورز أوتلوز في الطريق لنا، وبتنزل في 30 أغسطس 2024 على أجهزة بلاي ستيشن 5 والإكس بوكس سيريز إكس وإس والحاسب الشخصي، ومتحمس أشوف كيف بترتبط أحداث اللعبة بتسلسل أفلام ستار وورز، بحيث أحداث اللعبة تصير في الفترة الزمنية ما بين الجزء الخامس The Empire Strikes Back والجزء السادس The Return of the Jedi. وظروف المعيشة كانت جدا صعبة بسبب هيمنة جيوش الإمبراطورية الشريرة أو الجالاكتيك إمباير على العالم، ويكثر فيها حظر التجول والتفاتيش عشان يصيدون أي عضو أو متعاطف مع قوات المقاومة أو الريبل ألاينس اللي تحاول تنتزع الحكم منهم وتسترد السلام لسكان المجرة من جديد. فهل حنشوف صلة للبطلة كيفس بهذا الصراع المستمر وتتعقد حياتها أكثر من ما هو متعقد مع تضارب علاقاتها مع العصابات؟ راح يبان كل شيء بعد شهر من صدور هذا الفيديو. أعطيني رأيك في التعليقات، هل متحمس للعبة ستار وورز أوتلوز؟ وإيش رأيك في أسلوب اللعب؟